أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يحصل من البلايا والمحن في بعض الآيات الكونية، هل يمكن لنا تمييز بين ما هو ابتلاء وبين ما هو عقوبة من الله على معاصي العباد؟ لا حاجة إلى التمييز بين هذا وهذا، نقول فيها هذا وفيها هذا، فيها أنها ابتلاء للعباد وفيها أنها عقوبة أيضا، فربما تكون لبعضهم ابتلاء وتكون لبعضهم عقوبة، لا تنافي بين هذا وهذا. نعم.